مخصص للثنايا البكار المحليات الاصايل لابناء الغضايل انطلاقه موفقه انطلاقه سليمه. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الاشواط القادمه. بنصير بكم مع مقدمه هذا الشوط الشاهينيه في المركز الاول للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، المركز الثاني الصمود للسيد عبيد بن احمد بن محمد بالعكوي السلمي، وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع الهدى للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميذي، وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد سعيد بن ناصر الرشيدي، وفي المركز السادس ترى الآن ضجة للسيد نادر بن سالم بالورع العفاري، وفي المركز السابع جواهر للسيد علي بن خليفة الرميذي، وفي المركز الثامن الطبيعية للسيد سعيد بن سالم بن سعيد الرميذي، وفي المركز التاسع محبة للسيد سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي، وفي المركز العاشر الخوارة للسيد محمد بن عبد الله بن صبيح الفلاسي. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم إلى مقدمة هذا الشوط. الصمود تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط، وهي تحمل رقم واحد للسيد عبيد بن أحمد بن محمد بالعتوي السلمي، وفي المركز الثاني الشاهينية في المركز الثاني لصاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي متواجد مع الشاهينية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع ضجة للسيد نادر بن سالم بالورع العامري. المركز نشوف اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات، اخذ اللي في المركز الخامس، وفي المركز الخامس الهدى للسيد السعيد بن مطر بن محمد الرميذي، وفي المركز الثامن جواهر للسيد علي بن خليفة الرميذي رئيس الهجانة متواجد مع جواهر. يا سلام، ما بجوهرة وحدة، جواهر مجموعة جواهر مع رئيس الهجانة علي بن خليفة الرميذي. وفي المركز التاسع في هذه اللحظات الشاهينية للسيد سعيد بن ناصر الرشيدي اللي في المركز السابع، وفي المركز الثامن سرابة للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، وفي المركز التاسع عرى محبة للسيد سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي، وفي المركز العاشر الخوارة للسيد محمد بن عبد الله بالدبيل الفلاسي. هذه النتيجة وهذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل، والصمود لا زالت صامدة في مقدمة هذا الشوط. يا سلام، هذا اسم محفور باسم بالعضيلي، اسم الصمود دائما تلقى هجن بالعضيلي يحمل اسم الصمود. ها هي الصمود صامدة، يا سلام، الصمود صامدة في المقدمة للسيد عبيد بن أحمد بالعتوي السلمي في المقدمة. الهيار يطالبون بسلام يا بالعتوي. يا سلام على الصمود وعلى أداء الصمود، أداء تلغاي حتى هذه اللحظات. المركز الثاني هالمرغم قادمون مع الشاهينية مع صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع ضجة للسيد نادر بن سالم بالورع العامري، وفي المركز الخامس جواهر وصلت. يا سلام، جواهر للسيد علي بن خليفة الرميذي وصلت وانتقلت إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس سرابة للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، وفي المركز السابع عرى الآن هملولة للسيد محمد بن مبارك بن مرخان الاجتبي
أول ندى الهملولة تصل وتنتقل إلى المركز السابع، وفي المركز الثامن الخوارة للسيد محمد بن عبد الله بالدبيل الفلاسي، وفي المركز التاسع للسيد سعيد بن مطر الرميذي الهدى، وفي المركز العاشر في هذه اللحظات الشاهينية للسيد سعيد بن ناصر الرشيدي. هذه النتيجة ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، أرى الشاهينية تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، تندفع إلى مقدمة هذا الشوط، اندفاع تلقائي بدون أي أوامر تذكر من المالك والمضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية التامة لدى الشاهينية. المركز الثاني الصمود للسيد عبيد بن أحمد بالعشوي السلمي، وفي المركز الثالث أرى اللي في المركز الثالث الشاهينية للسيد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، وفي المركز الخامس ضجة للسيد نادر بن سالم بالورع العامري، وفي المركز السابع رهملولة للسيد محمد بن مبارك بن مرخان الاجتبي، وفي المركز الثامن جواهر وصلت وانتقلت إلى المركز السابع في هذه اللحظات، جواهر للسيد علي بن خليفة الرميذي، وفي المركز الثامن الشاهينية للسيد سعيد بن ناصر الرشيدي، وفي المركز التاسع للسيد سعيد بن مطر الرميذي، وفي المركز العاشر الخوارة للسيد محمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسي. هذه النتيجة والتغيير على مقدمة هذا الشوط، الشاهينية للسيد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، تغير الشاهينية وتندفع إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، سرابة قادمة بقوة لاحقة أيضا تبى تضيف إنجاز ثاني. هناك رسالة في الشوط الأول الرئيسي انتزعت المركز الأول، هنا سرابة أيضا تبى تلحق خطة، تبى تلحق رسالة. بالسلامات إلى هال العين وإلى هال الساد وإلى هال الوذبة. يا سلام، سرابة للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي في المركز الثاني. يا سلام، رئيس الهجانة قادم مع جواهر. يا سلام جواهر في المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد علي بن خليفة الرميذي، وفي المركز الرابع الصمود للسيد عبيد بن أحمد بالعشوي العامري. وخلنا يا أبو سلطان مع مقدمة هذا الشوط، مع سرابة بدأت تتسرب وتغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط بدون أوامر. يا سلام يا أبو محمد على أداء سرابة في هذا الشوط المميز. ها هي السرابة للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، تغير بدون أي أوامر، والعصا قوس لا زالت في البطان، والسبوق تريح أعصابك تشتهر ويشيع طاريها، لو تعشيها على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. يا سلام يا سرابة لا زالت مسيطرة، لا زالت العصا في البطان. يا سلام أبو محمد راقبه، ما حرك لا جهاز ولا شيء، يراقب بس، يراقب الموقف من قرب، والصمود قادمة. يا سلام، الصمود في المركز الثامن للسيد عبيد بن أحمد بالعشوي العامري. باي باي هدى حافظ، مع السلامة. سلام عليكم يا أهل الوذبة، سلام عليكم يا أهل الساد، سلام عليكم يا أهل مدينة العين. أسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي على فوز سرابة بالمركز الأول. المركز الثاني جواهر للسيد علي بن خليفة الرميذي. المركز الثالث الشاهينية للسيد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. المركز الرابع الصمود للسيد عبيد
بن احمد بالعشوي السلمي، وفي المركز الخامس الخواره للسيد محمد بن عبد الله بالدبيل الفلاسي. هذه النتيجه. بقيه المراكز نترك الاعضاء خط النهايه. التوقيت الزمني سعد وصول سرابه الى خط النهايه وهي متجاوزه لوحه الستة كيلومتر بكل جداره وبكل فوز وبكل افتخار كما عودتنا العام الماضي رصيدها السياره. والسنه في هذا الموسم بدايه الموسم تنتقل وتفوز بالمركز الاول. ها هي سرابه 9:43 خمسه اجزاء من الثانيه. تهانينا للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي والذي وصلت في المركز الثاني. جواهر وصلت في المركز الثاني. نشوف جواهر ساعه وصولها الى خط النهايه بعدما تجاوزت لوحه 6 كيلومتر 9:47.8 من الثانية. تهانينا رئيس الهجانة علي بن خليفة الرميثي والذي وصلت في المركز الثالث. الشاهينية 9:47.9 من الثانية. تهانينا للسيد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. تهانينا للجميع والناموس.